Give it to me like... حاليا في صالة رويال كار المتخصصة بهيونداي وكيا، وشفنا السلوفاكية عندهم موديل 23 الكيا سبورتاج الجيل الخامس، بندخل نصورها لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم طارق من قناة أبو سويح، واليوم جبنا لكم الكيا سبورتاج موديل 23 اللي الجيل الجديد اختلفت كامل. شوفوا كيف شكلها، جميلة جدا. جاي الشبك بالبيانو بلاك، عندكم الشبك الأسفل، جاي الشبك مفتوح، شبك ضخم. هنا عندكم تطعيمه بالكروم، ونوريكم الإضاءة الأمامية بشكل كامل. هنا عندكم LED نهاري، عندكم إنارة تحذيرية هيلوجين، وعندكم العالي والواطي LED، عندكم كشاف ضباب LED. شوف التطعيمة اللي جاية بالكروم، والبيانو بلاك اللي هو الزعنفة اللي تحت اللي هو يسمونه الشنب تحت، عندكم أربع حساسات أمامية، وعندكم الشبك الضخم اللي جاي بالبيانو بلاك. شوفوا جاي مفتوح من النص بالكامل، هذا مقفل جاي على شكل خلايا. عندكم شعارها كيا الجديد، نوريكم الإنارة التحذيرية جانبية LED مع المراية مفصولة عن النافذة الأمامية أو القزازة الأمامية عشان تعطيها ايروديناميك أفضل. طبعا هنا عندكم الإطار هذا جاي بالبيانو بلاك كامل، عندكم الجنط مقاس 19، عندكم الكفر 235/50/19، الجنط جاي بشكل مروحة بيانو بلاك ومطعم بلون الكروم، والكفر اللي موجود عليها نيكسن. طبعا تلاحظون هنا في تطعيمة بالكروم، وهنا عندكم البيانو بلاك. طبعا هذه التطعيمات كلها جاية بالبيانو بلاك كاملة، هذه التطعيمات مع هذه جاية بالكروم. طبعا الدخول ذكي، وعندكم فتحة بانوراما بس كاملة باللون البيانو بلاك، عندكم حوامل عفش بالبيانو بلاك. شوفوا خذوا نظرة، طبعا فيها نقاط عمية، طبعا هذه فئة النصف. شوف شكلها. نجي في الجهة الخلفية، عندكم إضاءة LED، عندكم لمبة الريوس ولمبات الفرامل، وعندكم إضاءة تحذيرية، وعندكم كشاف الضباب. طبعا عندكم هنا هذا جاي بالبيانو بلاك كامل متصل مع الجنب هذا كامل، وهذا شيء جميل. وعندكم هذه جاي بالبيانو بلاك، عندكم أربع حساسات خلفية مع شعار كيا الجديد ومع كلمة سبورتاج. طبعا الإضاءة الخلفية جاية مطعمة بالبيانو بلاك، جاي شكلها جميل جدا صراحة، جميل جدا. عندكم جناح خلفي، عندكم تطعيمة بالكروم جاية في الخلف مع زنفة القرش باللون بيانو بلاك. هنا عندكم فيه إضاءة للفرامل. طبعا مخرج العادم يجي على الجهة اللي على اليمين فقط. تانكيها على اليسار، عندكم اقتصاد البنزين للكيا سبورتاج 23. طبعا هذه الدفع رباعي مستمر، عندكم 16.1 كيلو لكل لتر، بنزينها 1.90، المحرك 1.6. طبعا قبل ما ندخل السيارة أريكم مفتاح السيارة، طبعا شعار كيا، عندكم قفل وفتح وتشغيل عن بعد وفتح للشنطة. طبعا دخول ذكي من الجهتين عن طريق الزر. هنا تشوفون في عندكم إضاءة فقط، إضاءة وحيدة في الباب الأمامي. طبعا هنا عندكم بلاستيك طري، هنا جلد طري، هنا بيانو بلاك، عندك القفل الزجاج الخلفي، عندكم هنا عادية، وهنا أوتو فقط الأمامية مع القفل المركزي والطي الخاص بالمراية الجانبية مع الميزانية.
طبعا ما كتبها بيان بلاك، هو التطعيمه بالكروم هذا شكلها. عندكم هنا شكل، عندكم زي الكربون فيبر. طبعا سماعات بدون تويتر، في هنا عاكس، طبعا ما فيه رسالة ترحيبية، هذا شكلها من الداخل. بنركب الحين نوريكم. طبعا التحكم بالمرتبتين يدوي مو بكهربائي. هنا عندك الفينجر بريك والتراكشن وميزانية الإضاءة، جاي بالبيان بلاك مع التطعيمة اللي جاية بالكربون فايبر. هنا جاي شكلها جميل مختلف مو تقليدي، تكون طعمة بالكروم وبيان بلاك. طبعا بلاستيك طري وشاشتين، طبعا هذه شاشة قاس 12 انش وهذيك قاس 8 انش. طبعا جلد مخمل بالكامل ومطعمة بالجلد، طبعا موجود فيها ايرباك. خلنا نركب ونشوف باقي المواصفات. تشوفون عفوا هنا عندكم تشوفون الطارة، جلد خياطة، شاركية، في هنا تطعيمه بالكروم، عندكم الأوامر الصوتية والتليفون، هنا عندك مثبت سرعة والأوامر الخاصة بالشاشة الوسطية. خلنا نشوف، يجيك شعار سيارة كيا، تكون معلومة القيادة، تكون الوقود فقط. خلنا نشوف هنا عدادات السائق ولوحة العدادات، خلفية. خلنا نشوف في عندك تقدر تغير الإضاءة حقت الطبلون، لون أحمر، لون سيلفر أو سماوي، عندكم البنفسجي، في على حسب وضع القيادة. في هنا المسحات، تحذير، صوت الترحيب تقدر تخفيه. يعني الأوامر المعتادة. طبعا هنا عندكم الار بي ام وعندكم العداد على اليسار، بنزين تحت والحرارة على اليمين، هذا بالنسبة للشاشة اللي موجودة في السيارة. طبعا تشوفون هنا اوتو مستشعر مطر، هنا عندكم اوتو الإضاءة الأمامية. طبعا وضعيات القيادة اللي هو فيها دفلوك فقط. الشاشة الثانية هنا نشوف، خلنا نرجع، هذه قفل الراديو، هنا قائمة، نرجع للقائمة. في عندكم عرض شاشة الجوال، إعدادات، وضع الصامت، راديو، الوسائط، هنا في عندكم القبلة والدليل فقط. ليو أندرويد أوتو وأبل كاربلاي. طيب أنا توقعته عكس الشاشة ولكن طلع أندرويد وأبل كاربلاي. طيب ممتاز، هذا بالنسبة للشاشة حقت الملتي ميديا. هنا شاشة التحكم بالتكييف كامل، هنا فتحة التكييف جاية عدد كبير صراحة، واحدة ثنتين وهنا ثنتين أربعة وهنا خمسة، مع وجود تويترات في جانبين. هذه شاشة مصغرة للتكييف والتحكم كامل بالتكييف. طبعا في شاحن لاسلكي 12 فولت ويو اس بي وشاحن تايب سي سريع. طبعا هذا زر التشغيل البصمة،
هنا عندكم الجير الفرار، هنا عندكم نزول منحدرات واوتو هولد والحساسات الخلفيه مع الكاميرا. هذا بالنسبه للكاميرا الخلفيه، وضوحها جيد جدا. طبعا هنا في ازرار اللي هو التكييف، التهويه والتسخين للمراتب في الفل كامل. طبعا هنا عندك كوب هولدر، في عندك مانع اهتزاز. طبعا هنا في مساحه تخزين، مساحه تخزين بدون اضاءه، مساحه معقوله. عندكم هنا مساحه مع اضاءه داخل الدرج. طبعا موجود ايرباك هنا وايرباك سايق وايرباك ستاير. طبعا اضاءه LED، تحكم بالفتحة بانورامية. نشوف هنا مرايا بدون إضاءة، ولكن الإضاءة مدموجة في السقف، إضاءة هيلوجينية. طبعا موجودة الإضاءة هنا، هذه المراية، فكرة جميلة طبعا مع خاصية التمدد. هذا لازم تقفلها يدوي، طبعا اوتوماتيكية. هذا شكلها من الخلف. خلنا ننتقل لكم للخلف. قبل الخلف في هنا شفتر ممتاز. نشوف المساحة الخلفية، نفس الشيء تقريبا. في عندكم هنا كوب هولدر، سماعات، عندكم ثلاث تكايات، عندكم جاية جلد من فوق وقماش جميل. عندكم هنا مطعمة بالجلد. طبعا في هنا كوب هولدر بدون مانع اهتزاز مع تكاية في المنتصف. طبعا حزام الأمام فوق بالنسبة الجهة الثانية، والجهة هذه موجود هنا الحزام. طبعا مع خاصية ايزوفيكس. طبعا في هنا مساحة تخزين في الجهتين بدون مداخل او مخارج USB. طبعا في تكييف بدون تحكم. هنركب نشوف المساحة، مساحة معقولة وجدا جميلة. عندك أكثر من 5 أصابع فوق، أكثر من 5 أصابع مرتاح بالنسبة للراكب الخلفي. هذا شكله. طبعا في هنا معلاق في الجهتين وإضاءة LED مع مسكة اليد. خلنا ننتقل لكم للشنطة. هنا الشنطة. طبعا الشنطة طرق ريموت من داخل السيارة ومن هنا طبعا يدوية. هذه مساحة الشنطة. فيه عندك هنا 12 فولت وإضاءة LED، وهنا في زي الشنكار في الجهتين. طبعا هنا هذه ستارة حقت العفش، وعندك تقدر تصفط المراتب المساحة أكثر. هنا عندك الجنط بنفس مقاس الجنط الخارجي 19. هذا السبير. هنا عندكم العدة، ممتاز جدا. هذا بالنسبة للشنطة، تسكيرها يدوي من عند مسكة اليد هذه. خلنا ننتقل لكم لمحرك السيارة. هذا محرك السيارة. طبعا محرك السيارة 4 سلندر توربو 1.6، يولد 180 حصان، ومشبوك عليها جير من 7 سرعات اوتوماتيك. طبعا المحرك حقن مباشر. طبعا موجود هنا العزل، وفي ربلة الأمامية، وفي عندكم تجي بعلاق فئة النص فل. هذا شكل المحرك. نشوف شكله في
مفتوح. هذا شكلها، هي مفتوحة. وبكذا أجي على نهاية التقرير الخاص بالكيا سبورتاج موديل 23 الجيل الخامس. طبعا سعر السيارة 133,350 شامل الضريبة واللوحات. طبعا هذه موجودة في صالة عرض رويال كار، مختصين في هيونداي وكيا. وبكتب لكم أرقام تواصل خاصة في صالة العرض، تواصلوا معهم وما راح يقصرون معكم، قولوا لهم من طرف أبو سويح وما راح يقصرون معكم. ولا تنسونا بالشير واللايك، واللي ما ضغط زر الاشتراك يشترك ليصل كل جديد في عالم السيارات. نشوفكم على خير، مع السلامة.